والله يا دكتور مصطفى، احنا محتاجين نخلي الصندوق ده نضيف له يعني دعم في ال دعم. كنت بسأل الدكتور مصطفى أثناء الكلام من وزير العمل على حجم القيمة اللي موجودة في الصندوق، لأن هو كل ما هتزيد هيبقى في فرصة إن احنا الإعانات تبقى أكتر وتبقى أرقامها حتى مناسبة مع ال، فمش عارف رأيك إيه. الميكروفون اهو يا دكتور، الميكروفون اهو، مش عايزين حجج لو سمحت. هو بس يا فندم يعني تأكيدا هقول لحضرتك، هو الرقم الحالي، لأن الصندوق الحقيقة من ساعة ما اتطور، من ساعة ما أنشئ، إحنا شغالين على إن أولا عافينه من فكرة إن يبقى حسابه في البنك المركزي، بالعكس بيبقى بيسمح له إنه يضع في بنوك تجارية وبيجيب عوائد. والحقيقة هذا الصندوق يا فندم، حضرتك تتذكر لما حضرتك وجهت وقت كورونا بإن إحنا نصرف للعمالة الغير منتظمة مبالغ، هو اللي كان بيطلعها هذا الصندوق. وأيضا أثناء مشاكل السياحة كان هو أساسا يعني هو بيدعم الفنادق والمنشآت السياحية وقت ما كانت الأزمات، وآخرهم المجموعة اللي عرضهم معالي الوزير دول بسبب أحداث غزة وتأثيرها على بعض المنشآت السياحية في جنوب سيناء كان بيصرف. هو حاليا الرقم، بس يعني تأكيدا تصحيحا للرقم، هو واصل دلوقتي إلى ما يقرب من 8 مليار وبيجيب العوائد بتاعته، وهو غالبا دلوقتي اللي بيتصرف منها هو العوائد. لكن حضرتك اللي تؤمر بيه يا فندم نزود شوية عشان اللي حضرتك أمرت بيه. قول يا دكتور. اللي حضرتك أمرت بيه يا فندم في إن زيادة الحد الأدنى من 600 ل 1000. لا ما خلاص، ده ملوش علاقة بالموضوع. حضرتك تؤمر يا فندم. لا شوف رقم هنحط عليه عشان حاضر. يبقى عندكم فرصة ان انتوا، الفكرة كلها يا دكتور مصطفى لينا كلنا، ان انا كل الصندوق ده رقمه عوايده ما بتزيد، فرصتي على ان انا ادخل وادعم عمالة غير منتظمة، ادعم تحديات بتقابل شركات او كلام من هذا القبيل، اقدر اعمل ده. كل ما رقم كبير كل ما هقدر. انا بتكلم في عوايد. انا فاهم، ما هو ده العوايد، ما هو ده اللي عشان كده وانا بتكلم عشان كده. فاللي حضرتك خمسة يعني خمسة مليار. خمسة مليار خلاص. شكرين. طب والألف دول هنزودهم ولا إيه بقى؟ ها. حضرتك تؤمر بيه يا فندم نخليهم أكتر يعني، لأن طبعا ألف حتى دلوقتي تعتبر رقم بسيط يعني. ف طيب أنا بتكلم. ها. ف اللي حضرتك 1500 يعني، لو ممكن حضرتك يعني احنا هنبقى ممكن نقترح 1500 حضرتك. 1500 كويس. خلاص. شكرا جزيلا.